ده هو عرض التوزيعات وأهمها على الإطلاق، وأهم حاجة إن إحنا نبقى فاهمين الروتيشن وإيه التوزيعات اللي بتخرج منه وقتها. قلنا ده البريفيو اللي أنا قلته. قلنا إن أنا عندي لاندا فاريبل اسمه إكس، واللاندا فاريبل بقى هو ده البوبيليشن، بوبيليشن أوف ميجرمنتس، مجتمع قياسات حول ظاهرة ما. مين أنا موديلي برنامج إكس؟ لأن القياسات الطبيعي هي قياسات عشوائية. بنقيس اوزان الناس، ما نقدرش نعرف اوزان الناس اللي قاعده قدامنا غير لما نوزنها. قبل ما نوزنهم ما نقدرش نقول اوزانهم شكلها ايه. فالاكس ده هو الراندم فاريبل، وهو ده اللي احنا بنسميه هو البوبيليشن. وعادة بما ان هو راندم فاريبل يبقى ليه ديستريبيوشن، ما هذا ديستريبيوشن اللي هو بنسميه بروبابيليتي ديستريبيوشن. اهم ديستريبيوشن عندنا هنا هو النورمال، فبنكتب اكس كده فولوز نورمال، وبنحط اثنين بارامترز جوه. البارامتر الاولاني هو الميو اللي هو المين، والبارامتر الثاني هو السيجما سكوير. الفيرست بارامتر ده ذيس از ذا مين فاليو اوف الديستريبيوشن، وده هو از ميجر اوف فاريشن بنسميه الفاريانس اوف. طبعا السكوير روت بتاع ده بنسميه الستاندرد ديفيشن، السيجما اللي هي السكوير روت اوف سيجما سكوير سيت تو بي ذا ستاندرد ديفيشن. النورمال ديستريبيوشن قلنا من رسمته المره اللي فاتت سيمتريك ديستريبيوشن بهذا الشكل، سنتر حول الميو، ونقطه الانقلاب اللي هنا دي بتبعد مسافه هي السيجما، بتبعد عن الاكسس اوف سيمتري ده السيجما. ات رينجز يوجوالي من ماينس 3 من ميو ماينس 3 ستاندرد ديفيشن لغايه ميو بلس 3 ستاندرد ديفيشن. احنا شفنا في الجداول المره اللي فاتت ان احنا كنا ماشيين لغايه 3.4، يعني هو لو مشي شويه كمان كده يغطي تقريبا كل حاجه. الاريا بيقول لك كيرف از 1 اللي هي مجموع الاحتمالات، فهي مقسمه بالتساوي نص ونص، وقلنا ليه تيبلز، وقلنا ما نهتمش قوي بدله الاحتمال بتاعه، انما احنا عندنا تيبلز. وقلنا المره اللي فاتت التيبلز شكلها ايه، انه الراجل بيدي لك قيمه زد بتبدا هنا مثلا رقم صحيح ورقم عشري واحد، ثم بوينت او ورقم العشري الثاني، فبيمشي لغايه بوينت او 9. لما نلاقي الجدول بتاعنا شفناه المره اللي فاتت كان بادئ من ناقص 3.4 لغايه موجب 3.4، وقلنا انه انا لو عايز اخش الجدول بزد فاليو لازم تاخد الفورمات بلس اور ماينس وان هول انجل او مطرحها زيرو وديسمال بوينت وجاست تو ديسمال فراكشرز كده. فبنقرا دول كده اهو على الراسي، ده هيتقرا على الفيرتيكال كده اللي هو الرقم الصحيح ورقم العاشر الاول، ثم الرقم العاشر الثاني نقراه من هنا. فور اكزامبل لو كانت الزد بتساوي 3317، اول حاجه الابروكسيميت لرقمين عشرين، فالسبعة ده تخليها 3.32، هنخش الجدول بإيه؟ vertically قصاد 3.3 horizontally 0.02، هننزل كده ونروح كده هيدينا الفاليو اللي تبع الجدول. This is the value of what؟ دي المساحة تحت المنحنى على يسار القيمة الزد. إيه بقى الزد وإيه الإكس؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت تربط الإكس بالزد، إن الإكس عيبها ان لها مين ميو ولها فيريانس سيجما سكوير، كل ما الميو اللي تتغير تروح تكبر او تصغر الكيرف بيتحرك يمينا ويسارا، كل ما السيجما دي تزيد او تقل الكيرف بيبقى ستيفست كده مدبب او يبقى مفرطح بهذا الشكل. المفرطح ده السيجما بتاعته اكبر، بس السيجما 2 وده مثلا سي سيجما 1، السيجما 1 اللي هنا دي طبيعي اقل من سيجما 2 ولهم نفس الميل ميو. فتاثير الميو والسيجما سكوير ده بيلخبط لنا الدنيا، نحن عشان نحسب الاحتمالات هتبقى الاحتمالات بالغه التعقيد. فقالوا نعمل ايه؟ قالوا ما تيجي نعمل حاجه اسمها ستاندرزيشن. وانس انك انت يو ار جيفن الاكس لها نورمال ديستريبيوشن وذ مين ميو وفيرينس سيجما سكوير، عرف زد. دي اللي عملوا لها تداول، تعرف ازاي؟ ناخد الاكس
نسبتراكت الميو ونقسم على الستاندرد ديفيشن. طب التوزيع بتاعها هيطلع ايه؟ هيطلع نورمال ما فيهوش ارقام بقى جوه، في 0 في المين وفي فيرينس 1، اذا كلنا سنتفق عليه. لكن هنا كلنا بنختلف، كل واحد عنده الميو بتاعته وعنده السيجما بتاعته على حسب الداتا اللي تحت ايدك. فانت لما تقلبها كده بستاندردايزيشن اصبح الجدول صالح ليا لك وللاخرين. والزد بقى زي ما قلنا اهو عباره عن ايه الزد دي؟ اهو النورمال كيرف اهو جديد، المين بتاعه اصبح زيرو والستاندرد ديفيشن بتاعه بقى واحد. فين الزد بقى؟ لو احنا خدنا مثلا الرسمه كده وخد الزد بتاعتك كانت موجبه او سالبه، افرض ذيس از ذا فاليو اوف زد، التيبل هيطلع ايه؟ هيطلع المساحه على يساري يعني. So this is what is called capital phi of z، اللي هي حقيقي ان probability ان capital z اقل منها وتساوي little z، يبقى المساحه اللي الاحتمال على يسار هذا القيمه. فده طبعا بتاع فراكشن هنلاقيه في التيبل من اربع ديجيتس، هو على يسارهم او بوينت من اربع ارقام عشريه، طبعا عمرهم ما يزيدوا عن 9999 وعمرهم ما يقلوا عن 4 زيروز يعني، دي القيم اللي موجوده في الجدول. وانس ان انا يعني بعمل الحسابات دي خلاص، هندي مثلا اكزامبل او اثنين وتطلعوا كده ونشتغلوا معايا. يلا ريفيجن اهو، افرض ان انت قلنا المره اللي فاتت ان اطوال الاولاد دول الهايتس، مجتمع اطوال الطلاب في مدارس الثانوي، ماله يا عم؟ خاضع لتوزيع نورمال. متوسط قد ايه؟ والله 160 سنتيمتر متوسط الاطوال، في ناس اقل من كده وفي ناس اكبر من كده، اعلى من كده في الطول. والفاريشن قال لي والله انا هقيسه ب 64. فانا عرفت ان ده الفاليو اوف ميو، وعرفت ان ليه؟ ان السيجما هنا ب 8، 8 ليه؟ هي الجذر التربيعي ل 64 يبقى يطلع 8. بروح راسم الاكس بتاعي اهو، بحط على الشمال هنا الاكس، واحط على اليمين هنا قيمة السيجما، سيجما ب 8، واحط في الميدل المين اللي هو مدهولي ب 160 سنتيمتر. ده ما ينفعناش. مين اللي هينفعنا؟ ديلي وزد. فاحنا افرض قال لي نمرة واحد فايند الآلة، عايزين بروبابيلتي ان طالب سيلكتد من بين الطلاب اترندم، يبقى والله الطول بتاعه اكبر من 175 سم، عايزين نجيب العيال العمالقه اللي في المدرسه. كم في المية من البروبابيلتي هي كم في المية؟ هي البرسنتج بتوع الستودنتس اللي في البوبيليشن اللي اطوالهم اعلى من 175. نمرة اثنين عايزين نجيب البروبابيلتي ان العيال الاقزام اللي اقل من اطوالهم اقل مثلا سي من 100 و120 سنتيمتر. طب تلاتة مهتمين بالبروبابيلتي ان الولاد اللي الاطوال بتاعتهم اكبر مثلا سي من 140 ولكنهم اقل من 180. حاضر. عايزين نحسب دول من التبل اللي ده موجود ده. ده يتحدث عن الاكس ما ينفعناش. لازم اقلبه الى زد. ازاي؟ اطرح المين واقسم على الستاندرد ديفيشن. وارسم رسمه تقول لي الدنيا ماشيه ازاي. ليه برسم الرسمه؟ عشان التبل بيطلع الاحتمال اللي على الشمال. فده مثلا احتمال على الشمال يطلع دايركت من التيبل اللي في النص ده، لكن ده ما هو الشمال ده يمين، فاجيب اللي من التيبل واطلع من واحد لانه الاريا التوتال اريا ب 1. طب ده بين رقمين، اجيب العالي واجيب الواطي من التيبل واخد الفرق بين الاثنين. فهنعملها قدام حضرتك اهو. ليه السولف نمبر 1؟ انا الرسمه بتاعتي اهي اكبر من 175، يبقى ادي مثلا الرسمه تبين الدنيا ماشيه ازاي. هنا ال 160 وال 175 اهي، وحضرتك عايز الاريا دي. طب ده ما بيطلعش من التيبل، اللي بيطلع من التيبل اليسار بس. ستاندردايز الفاليو دي، لو وات از ذا كورسبوندنج فاليو اوف زد؟ 175 صارت لك 160، اقسم على السيجما بتاعتك اللي هي 8، مظبوط؟ سو ذا انسر از 15 على 8. 15 على 8 هتدينا 1 و7 اكمام. 7 اكمام 8 في 8 ب 64 يبقى فاضل 60، 60 يبقى 7 5 ثلاث ارباع يعني، تطلع كده على الكالكوليتر بالظبط. احنا ما ينفعناش ده. سو ام جونا ابروكسيميت ده الى 8 بقى. يبقى انا الابروكسيميت فاليو اوف زد اخش بيها التيبل هي 1 8 8. هروح رايح على التيبل بتاعي، يلا اشتغل معايا.
خش على التيبل بتاعك هتقرا على الفيرتيكال على 1.8 وتمشي هنا 0.8 وتشوف الانترسكشن هناك كام؟ 97% كونفيوجن كام؟ 97% كونفيوجن. ادينا اربع ارقام من التيبل. يبقى الـ required probability هتساوي كم يا أستاذ دولتي؟ 0. كم؟ بيت الواحد 0.03 يبقى 0.03 الاحتمال ده لا انت 6 من 10 4 و 9 من 9 0 و 6 من 9 3 و 9 من 9 0 لازم تقول اربع ارقام عشرية ليه؟ لا انت قلت 0.03 بطل بقى مصر قلت 0.03 تفرق ايه معنى ده؟ ان دي ملهاش معنى دي معناها ايه؟ هتروح انا قلت المره اللي فاتت هتروح للراجل على المصطبه في البلد تقول له الاحتمال طالع 0.0304 يشوطك بالشلوت ولا يعرف الاحتمال ولا يعرف دي هتقول لو احنا عندنا مجتمع من 10,000 بني ادم في فيهم 304 شخص اعلى في الطول من 105 So you should interpret your result بصورة يقرأها المواطن اللي في الشارع اللي عمره ما درس الاحتمالات ولا تاني. ايه اللي خلاني اقول كده؟ لازم احاول ده العدد صحيح. اضربه في كام؟ 10 اس 4 اللي هي 10,000 يبقى ده يعني ان افكت ان افري في الانتربريتيشن 10,000 بني ادم بيرسونز ها؟ زير اكزيست كام بقى؟ 304 بيرسونز مالهم يا سيدي ها اطول من 175 سنتيمتر خلاص يبقى قال ايه ادي الحسبه الاولانيه ده مش مباشر من الجدول لانه على اليمين الجدول بيدينا الشمال احفظها كده الجدول شمال مش انتوا بيقولوا البنات شمال سوري يعني البنات ايش ما البنات ايش معنى يعني اختاروا شمال واختاروا يمين وات ذا ديفرنس انما احنا مجتمع يحاكي ما يقال في اي حته في الدنيا دون فهم ولا وعي فخلاص افتكرها بس هي الشمال ايدك الشمال يعني التيبل بيجي من اول هناك كده لحد هنا في لسه حته على اليمين مالكش دعوه انت عايز دي سبتراكتد فروم وان لما تيجي للثانيه دي ده من الحلال من التيبل على طول تحس حاسب لها زد وات از ذا زد فور ذا سكند ايتم الاكس بتاعتي كانت ب 120 والسيجما اليو كانت ب 160 والسيجما بتاعتي كانت ب 8 سو وات از يور زد 120 ماينس 160 مقسوما على 8 طلعت 5 في السالب من شاطر يقول البروبابيلتي زيرو ليه؟ اهدى القيمه في الجدول بالسالب 3.4 من 10 وشويه 3.49% فدي طبيعي اقل من ماينس 3.9 3.49 So the probability is approximately zero. هي مش زيرو، مفيش حاجة زيرو في الدنيا. لأن ربنا خلق ناس بالفعل أفضلهم وأنا مما أقزام عايشين في شبه جزيرة القرض. أي حاجة يعني مسخوطين. إنما هم ما هماش زيرو، هم approximately zero. 0.64 2 approximately zero. فإحنا هنقول الـ probability مش إكزاكت وإنما نعمل approximate. بنكتب approximate إزاي؟ شرطة كده وفوقها تويدل كده. زين خلاص نو طلع عينك انت في الشتاء خيرك ده خلي بالي معاهم في خلي بالك اكتر من كده الجو الجو ده ويا هي مياه نقطة انا يعني ده انا اروح على البيت فمفيش مشكلة هما دول اللي هيتعذبوا ماشي طيب في اي صعوبة؟ سوس ابروكسيمتلي زيرو طب افرض بقى انك انت المدير بتاعك مش عاجبه حكايه زيرو دي يقول لك زيرو ازاي يا فندم؟ ما في ناس صغيرين بالفعل روح لتيبلز اكثر دقه التيبل هنا بيدي لك اربع ارقام عشرين
في تيبلز بتديك لك 7 و8 وعلى الكمبيوتر يدي لك اي نمبر اوف ديجيتس. بس هيطلع مثلا 5 اصفار او بوينت 6 اصفار 2. قول لي كده طالع كام بقى؟ برافو. طالع ايه؟ او بوينت 6 اصفار 2 4 6 2 2 8. اضرب ده في كام عشان يبقى صحيح؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى لو انا ضربته في 10 اس 8 يبقى فعلا عندنا 28 من كل قد ايه؟ من كل 100 مليون. 28 بيرسون ان افري، ادي المعنى بتاعها فيزيكال، ان افري مليون. مش كده؟ 100 مليون. كم؟ 100 مليون. يعني مصر مثلا مش 100 مليون؟ هم 28 شخص اقزام. يبقى هنا ينابل 100 مليون. بس يا سيدي، اما لهم دول ار شورتر شورتر ذان 120 سنتيمتر. حاضر. طيب الثانيه بقى، الثانيه اللي هي رقمين، خلاص نجيب ده من التيبل ونجيب ده من التيبل وتبقى ديفرنس. ليه؟ لانه اهو ادي ال 120 ال 140 اهي، وادي ال 180 اهي، وحضرتك عايز الاريا اللي ان بتوين. طب التيبل بيديني مين؟ بيديني ده وبيديني ده. So it's a difference ما بين العالي والواطي. يعني actually this is phi عند 180، phi عند التيبل. التيبل at 180 minus التيبل عند 140. طبعا هتستاندردايز دي بزد 2 تبقى 180 minus 160 divided 8. يطلع 20 على 8 يعني 2.5. وبعدين زد 1 من هنا بتساوي 140 ماينس 160 على 8 بماينس 2.5 اذا ماينس 2.5. هتجيب ده من التيبل وتجيب ده من التيبل اند تيك ذا ديفرنس اند لورثم. في اي صعوبه يا شباب؟ خلاص ادي اول حاجه اتعلمناها، وهو استخدام النورمال ديستريبيوشن في حساب الاحتمالات. هناخد شويه خصائص كده. افرض انك انت عندك العبوه بتاع البيبسي نورمال، يعني الكونتنت اللي جواها في علبه كان مثلا بيبسي فيها قد ايه؟ او يعني بالويت مثلا، اقول مثلا مكتوب كام؟ 150 جرام؟ 330 نورمال اون افريج كام يا سيدي؟ 330 330 جرام. هنقول في المتوسط 300 بستاندرد ديفيشن مثلا 30 مثلا، يبقى اقصاها هيبقى 330 واقلها 270. ثلاثه ستاندرد ديفيشن يمين وثلاثه ستاندرد ديفيشن شمال، ولكن ده الصافي. طب افرض قال لك بقى العلبه الفارغه، العلبه الفارغه مالها يا عم؟ وزنها برضه نورمال، المين 20 جرام والفاريانس مثلا 4. طب انا عايزها بقى العلبه المليان. العلبه المليان هي مين؟ الكونتنت اللي جوه زائد وزن العلبه الفرد. طب هحسبها ازاي؟ ناخد خاصيه مهمه، نورمال بلس نورمال يطلع ايه؟ وبطيخ زائد بطيخ يطلع ايه؟ عنب زائد عنب يطلع ايه؟ يبقى نورمال بلس نورمال هيطلع ايه بقى؟ نورمال. بس ايه مواصفاته؟ نجمع المين على المين والفيرينس على الفيرينس، يبقى هناخد الكونتنت بلس الامتي اللي هي الفاضيه ايه علبه نقول عليها ايه تان، الامتي تان الديستريبيوشن بتاعها نورمال هيبقى 320 المين وهيبقى 34 الفيرينس. ونشتغل خلاص. يقول لك رحت اشتريت كام متعبية من المصنع، مع احتمال ان الوزن بتاعها لو وزناه يطلع اقل من كذا، احتمال انه يطلع اكبر كذا. فخاصية النورماليتي قبل الاديشن، نورمال بلس نورمال. نعمل ايه؟ هنكتب بقى السيري. سيري اف الاكس كان نورمال بمين ميو 1 وفيرينس سيجما سكوير 1، والواي كان برضه نورمال بمين ميو 2 والفيرينس سيجما سكوير 2، وكان الاكس انا استخدمت النوتيشن ده وانت غايب المره اللي فاتت،
ده ابدا يقرا ايه اللي حضر اندبندنت اكس از اندبندنت اوف واي. طب لو ما كانوش اندبندنت ده النظريه تختلف. النظريه دي وطبعا احنا وزن العلب الفرد جاي من مصنع بتصنع في اسكندريه وقام نعمل لهم تعبئه في مصنع في القاهره مش علاقه مش علاقه ارتباط بين وزن العلبه وهي فاضيه والكونتنت اللي هيطلع من الفيلنج ماشين اللي هتعبي الكان دي فهم دايما مستقلين فده معناه عمليه استقلال مستقلان اتقال على الانجليش ار اندبندنت. لما يكون الاكس اندبندنت اوف واي يبقى الكونكلوجن بتاعي ان الاكس بلس واي توزيعه ايه؟ هيطلع نورمال تجمع المين على المين والفيرينس على الفيرينس فالمين على المين يطلع مين واحد زائد مين اثنين والفيرينس مع الفيرينس هتجمع سيجما سكوير واحد زائد سيجما سكوير اثنين. هقول لك الغلطه بتاعت الناس بتيجي فين؟ يعني انا هجيب لك المساله نقول لك الستاندرد ديفيشن فالناس تجمع التو ستاندرد ديفيشن رونج. ايه اللي بتجمع؟ الفيرينس وليس الستاندرد ديفيشن. يبقى في نص الكلام في التكست يقول لك والستاندرد ديفيشن خمسه قبل ما تجمعهم خليها 25 والتاني ستاندرد ديفيشن ثلاثه يبقى قبل الجمع بقت تسعه يبقى بقت 25 زائد 9 يدي لك النيو فيرينس والمين. طب الفرق بين الاثنين بقيت السيرم بقى بس النمبر 1. طب هل الكلام ده ينطبق على الفرق اكس ناقص واي؟ طب افرض اكس كده وواي كده سو وات از اكس نمرة 2 اكس ناقص واي هو عنب ناقص عنب هيطلع ايه؟ عنب ناقص نورمال ماينس نورمال هيطلع ايه؟ زي ما جماعه البطيخ زي البطيخ طلع بطيخ الفرق بين بطيخ وبطيخ هيطلع بطيخ فهيطلع نورمال برضه ازاي هيتغير عنده ازاي؟ المين بس اللي اتطرح انما الفيرينس هيظل جمع يبقى دي غلطه برضه بيقع فيها الناس ده مين وميو واحد ماينس ميو اثنين هاويفر الفيرينس لا يزال سيجما سكوير 1 بلس سيجما سكوير 2 السبب ان السالب ده لما بخش عليه بالفيرينس بتربع بيبقى ماينس 1 سكوير يبقى ليه بقى سينس او بص كده ذا فيرينس اوف ماينس اكس السمبلي ماينس 1 سكوير فيرينس اوف اكس يبقى كان هو بالفيرينس بتاع اكس فاذا الماينس دي لن تغير شيء من الفيرينس نجمع الفيرينس باستمرار فلو خدت دائما الفروق الفاريشن بيزيد المين يقل لكن الفاريشن دائما وابدا لا يتناقص يزيد لما يكون عندك بوبليشن وضفت عليه بوبليشن اخر واخد بيانات مصنع في اسكندريه قد ما اجتمع بيانات مصنع في القاهره الفاريشن هيزيد طرحت بيانات اسكندريه من بيانات القاهره الفاريشن هيزيد برضه عمره ما هيقص انما المين هو اللي خاضع الجمع جمع والطرح طرح وضع يا حضرات يبقى اي مساله تبقى كده ناخد بقى بعديها النظريه الكبرى طيب انت خدت عينه ووزنت كل المفردة جمعت مجموع الاوزان قسمت على عددهم يطلع ايه ده؟ خدت عينة مين؟ جمعتهم وقسمت على عددهم يطلع ايه؟ مين؟ أني مين؟ بتاع السمك لازم نميز بين الراعي بين حاجات من المينز كتير هو ده اسمه مين برضه؟ سم مين؟ سم مين؟ يبقى احنا لازم نميز بين بوبيليشن مين اللي انا ما اعرفوش وسم مين؟ سم مين السم في ايده؟ اوزن اجمع اقسم على عدد حجم العينه يدينا السم مين هنرمز اليه بالرمز ايه؟ اكس بار بقى من هنا راح ما تخلطش بين ميو واكس بار فهرمولها لك اهو الميو ده الانون بوبيليشن مين ذس ذا انون بوبيليشن اللي ما حضرش المره اللي فاتت ليه الانون؟ احنا ما نقدرش نعرفه الا اذا حصرنا كل مفردات المجتمع واحنا قلنا المره اللي فاتت ان مفردات المجتمع قد تكون غير قابله للحصر. عايزين كل اسماك البلطي اللي في العالم كله. هنجيبهم منين ان شاء الله؟ عايزين كل طيور الكناريا عشان نجيب متوسط وزن طائر الكناريا. نجيبهم ازاي؟ حتى لو كنت قادر على الحصر وعندك وقت وعندك فلوس انما هو تايم كونسيومنج وافورت كونسيومنج مثلا متوسط وزن الشخص المصري. طب هتجيب ال 106 مليون تسالهم واحد واحد؟ فلن يعجز ذلك، فنستعيض عنه بالايه؟ بالعينه. العينه الميم بتاعها بنرمز اليه برمز اكس بار. ويسمى ايه بقى؟ سامبل مين. ايه هو بقى السامبل مين ده؟ هو اكس واحد
زائد اكس 2 زائد 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 3 نقط كده لغايه اكس ان عين حجمها ان مقسومه على ان. الان دي هي مين؟ This is the sample size. شو بقى يا حبيب قلبي؟ انا اخد نظريه دلوقتي هي مفتاح الاحصاء كلها. الاحصاء كلها بنيت على هذه النظريه اللي سميت سنترال ليميت ثيرم. سنترال ليميت ثيرم. كلمه سنترال يعني معناها بلغه الاهميه. لما اقول لك ان ذا سنتر اوف كذا هي قلب هي الهارت اوف كذا هي الهارت اوف الستاتستكس. بتقول ايه النظريه دي بقى؟ بتقول ايا كان المجتمع الاصلي ايا كان لما تاخد منه عينه وتجيب المتوسط بتاع العينه لا توزيع احنا عارفينه. طب له علاقه باصل التوزيع الاصلي؟ نقول لك هنقول حاجتين. افرض ان الاكس اللي انت ساحب منه العينه كان اصله نورم بمين ميو وفيريانس سيجما سكوير. سحبت منه عينه سامبل سايز ان بس هو اصله ايه؟ نورم. سامبل سايز ان يبقى اكزاكت انسر ان الاكس بار هيطلع برضه نورمال اكزاكت خلاص من غير براهين. احنا مش هنقول براهين في هذا الكورس. الاكس بار لو الاصل المجتمع كان نورمال الاكس بار هتطلع ايه؟ ايه علاقه البارامترز دول ببعض؟ المين لن يتغير لكن الفيرينس هيتقسم على حجم العين. وطبيعي انت لما تاخد مفرده واحده لا فيرينس سيجما سكوير كل ما تكتر المفردات كل ما تتوقع ان الدقه بتاعتك تزيد. الدقه بتاعتك تزيد من خلال ايه؟ صغر الفاريشن. الفيرينس يقل لما بقسمه لحجم العينه يبقى اكيد الفاريشن ايه؟ هيتقلص وده طبيعي. يا اخي انا اسف في عينه من مفرده واحده ولا معينة ب 100؟ قول انت الكومن سنس. الكومن سنس يقول اسف في مين؟ العينه الاكبر ولا الاصغر؟ العينه الاكبر. ليه؟ يا اخي هذا حكمه الله. يعني ايه حكمه الله؟ مش صرفت فلوس وعملت مجهود لازم تكافئ. مفيش حاجه ببلاش. انت كبرت حجم العينه يبقى انفقت مال ووقت وجهد لازم ربنا يكافئك بالدقه بتاعتك احسن. وبعدين احسن من خلال ايه؟ ان الفيرينس بقى اقل اهو. بس لازم ده يكون اصله نورمال وده اصله كده. طب هتقول لي طب انا اعرف منين ان المجتمع الاصلي كان نورمال؟ عندنا اختبارات كتير هنتعلمها هتؤكد لك اذا كان المجتمع نورمال ولا لا اللي انت ساحب منه العيان. انما في كرود فات رسمه بسيطه يرسمها الطالب في ثالثه ابتدائي. ارسم مدرج تكراري. يعني ايه مدرج تكراري؟ يعني قسم المدى بتاعك ما بين اصغر قيمه واكبر قيمه كده الى فترات متساويه في الطول مظبوط. وعد في كل فتره من دول في كام مفرده. لازم المدرج التكراري بتاعك يبان هكذا. تلاقي مثلا اعلى تكرار في النص على شماله حاجه شبه كده وحاجه شبه كده كده اهو 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 اهو. ساعه ما تشوف كده كمدرج تكراري يملا قلبك الثقه بان المجتمع اصله ايه؟ وده من غير اختبارات احصائيه. بس ده واحد مش مصدقك رئيسك في الشغل قال لك ايه الهبل اللي انت بتعمله ده يا استاذ؟ تقول له يا فندم هو مدرج التكرار بتاع النورمال. يقول لك يا عم روح العب يا عم في اختبارات احصائيه. اقول له ماشي انا هعلمك تخش على الكمبيوتر باختبار احصائي لا يقبل الشك ان ده نورمال ولا لا. انا هعلمك. لكن كويكلي انت قاعد في الجبهه وعايز تقول لي والله ايه معدلات ضرب النار دي نورمال ولا لا؟ الاصابات دي نورمال ولا لا؟ وما قدامكش لا كمبيوتر ولا اولى ولا لا. روح عامل مدرج تكراري كده، لقيت البتاع كده، فانا ممكن ابروكسيميت ده بايه؟ بشكل نورمال اهو. اهو لو انا عملت ابروكسيميشن يبان كده. دكتور ابروكسيميتلي نورمال ولا لا ده؟ يس از ابروكسيميتلي نورمال. يس. بس ده الهيستوجرام بتاع السامبل. ها؟ ما هي ممكن السامبل دي تكون بايظ من غير ما انا اعرف. لا 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 انسى انسى كلامك ملامس احسن يعني كلام ايه؟ ايه بايظ امتى ومش بايظ امتى هنقول ايه؟ ساعديتش عليك. انت رحت وطولت شعرك وعملت خواجة وقعدت هناك في المطير ولا البتاع بتاعتك دي؟ مش فاكر دكتور ولا في مطروح يا ابو خليل ده دماغك خرب يا دكتور. ما انا عارف ان ابو خليل عمال ياكل يا دكتور دماغه خرب. راحت لم على بنات الليبيين هناك و الليبيين يلا طيب احنا بقى نقول اذا اخبرني احدهم نحن عملنا الاختبارات الاحصائيه وكان المجتمع الاصلي ايه؟ نورمال.
يبقى الاكس بار نور اكزاكت. طب لم يخبرني ما اعرفش ورسمت كده وطلع شكله كده. وانت بتقول انا خايف من بايس بس هي طبعا شغاله نور ولا لا؟ دول ابروكسيميتلي نور. دول ايه؟ بس عشان يبقى الابروكسيميشن بتاعك حلو نقول لك كبر حجم العيال. ما تروحش تاخد خمس مفردات وتقول انت طالعه كده. طب اكبرها يعني ايه؟ الاحصائيين بيلي موديست يعتبروا ان العيله الكبيره كام؟ 30 مفرده. ايه الحلاوه دي؟ طب في احسن من كده؟ ده راجل بيقول لك خد 30 مفرده وانت مطمئن نام في بيتكم في البيت واعتبر ان النتيجه ضمن. يبقى هنا الجزء الثاني من النظريه مش الاكزاكت بقى الابروكسيمت. فور اني لارج سامبل سايز لارج. وكلمه لارج دي بين ايه؟ انفيرتد كومز. معناها ايه انفيرتد كومز في البحث العلمي؟ لما تكتب كده وتحطها في انفيرتد كومز كده معناها ان سام سينس. لان انا لما اقول لك الراجل ده طويل هو طويل بالنسبه لمين؟ لو حطيته جنب لعيبه كره السله في امريكا يبقى خس. ولو قلت الراجل ده هو صاير وصار بالنسبه لمين؟ ما انا لو وديته الاسكيم هيبقى هو عملاق. فهي نسبيه. فكلمه نسبيه تقال بان انا احط الحاجه في ايه؟ بين انفيرتد كومز يعني ان سام سينس هو لارج. في رايي ان هو لارج. لارج امتى يا عم؟ اف ان 30 فاكس خلاص. طب لو حصل كده اتس ا جود ابروكسيميشن مش اكزاكت. يبقى هنا الاكس بار شوف هنعملها ازاي بقى حضرتك؟ ما نعملش علامه واحده نعمل علامتين ويبقى في النوتيشن بتاعنا العلامتين معناهم ايه؟ ابروكسيمتلي نورمال. سو ذيس از ابروكسيمتلي نورمال برضه من ميو والفيريانس سيجما سكوير اوفر هنا بس خلاص. يبقى اذا النظريه دي اللي اسمها سنترال ليميت ثيرم نظريه النزعه المركزيه لها شقان شق اكزاكت وشق ابروكسيمت. الشق الاكزاكت لو انا عارف ان اصل المجتمع نورمال يبقى الاكس بار يطلع اكزاكتلي. لو انا ما اعرفش اكبر حجم العينه وابروكسيميت للنورمال. اذا هذا التوزيع لا احترامه ولا بد ان نعمل له الاجلال ونرفع القبعه لانه بيقول لك ايا كان التوزيع الاصلي خد عينه كبيره يا اخي وتقدر تشتغل بدون خلاص. فانت رايح دماغك تمام. كان اصلا التوزيع سكيود ممكن بس هقربه للنورمال بدل ما اخد العينه ايه؟ كبيره مع انه كان سكيود وكان في بايظ زي ما انت بتقول بس يعوضها مين؟ كبر حجم العين. ان البايظ يدوب بينتشر على مساحه اكبر فالايرور يبقى اقل فاقل فاقل. طبعا اللي واخد 30 ده المينيموم ان انا اقول ده اقل حاجه كبيره. طب لو خد 100 احسن منك. وليه احسن منك؟ اجين لانه صرف اكتر منك ولانه قضى وقت اكتر منك. واحد ذاكر قدك مرتين طبيعي يجيب درجه اعلى منك لو كان ذكاؤه واحد. دكتور يعني ممكن لو انا خدت اكتر من 30 ولقيتها سكيل لو كبرت شويه كمان تطلع نورمال؟ احسن. كل ما تكبري الاكيرسي اكتر. لكن عندي ال 30 الاحصائيين اعتبرهم. الاحصائيين من اول 30 يقول لك فل ده عينك خلاص. وليه بقى؟ هم جابوا الرول دي منين؟ عملوا اللي انت بتقولي لي ده. عملوا سيميليشن ستادز. خدوها يعني 25 26 27 لسه بايظه. اول 30 بقى زي 32 زي 35 الفروق يمكن اغفالها. ده نورمال وده نورمال بس الايرور نجليجبل. فقال لك يا ابو حلو 30 حلوين. واحيانا انت تيجي في مستشفى وما عندكش غير 30 عيان. طب تجيب منين؟ هو المستشفى كده ما فيش غير انت مضطر انك تاخد 30. ولا لو كان المستشفى مدرسه فيها 500 خد 100 يا سيدي كل 90. انما لو قالوا لك والله هتدفعي عن كل عميل تحط لي عينه مبلغ معين من المال لهم لا 100 جنيه. فانت صاحبك القرار. واحنا الاحصائيين فيري مودست متواضعين يقولوا 30 هي الانفينيتي. انفينيتي الاحصائي هي 30. عندي سؤال. نعم. عندي سؤال. هنا في سؤال يعني قابلت قبل كده سؤال. بيقول ان في السنترال ليميت سيرم المين اوف سامبل مينز المين اوف سامبل مينز هو الابروكسيميت نورمال ولا المين اوف السامبل هو الابروكسيميت نورمال؟ لسه مستعجله انت شويه. ما انا عايز سؤال عشان هجاوب النهارده حلو. السؤال ده ازاي؟ النهارده شويش علينا واحده واحده.
لما كان الإجابة احنا مشينا الشيخ إبراهيم سألنا جاوبنا قال لك بتاع بايس ملتوي اليمين اوكي ملتوي اليمين كبر هتبص الالتواء بيروح بص كده يا خليل لما ترسم الملتوي ده اللي هو كده ده مثلا عند الان بتاعتك ب 20 لو خليتها بقى 30 تبص تلاقي عمل كده لو خليتها 50 تبص تلاقي بقى عمل شغل نورمال ولا لا اهو زادت الان بقت 50 بقى فيري 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 كلوز للنورمال ديستريبيوشن مع انه في الاصل كان ملتوي وكان في بايس عالي ما تاخدش عينه صغيره ابدا طب ايه افرض بقى انت مضطر تاخد عينه صغيره هنقول لك بتعمل ايه؟ ما تستعجلش اوكي؟ هتلاقي كل حاجه في عشات براسك مع نهايه طيب احنا عرفنا بقى السنترال ليميت سيلينج دي اللي قدامي ده اسمها ايه؟ سنترال ليميت سيلينج طيب ليه حسابات؟ ايوه يا حلو اهو افرض يا سيدي ان وزن الكان الكان ويت اكس This is a can weight. اشتريها من مصر. وقالوا لك انها نورمال وقالوا ال 100 جرام والبالانس 25 ده مين؟ ده لو خدنا انتاج المصنع من يوم ما انشئ لحد اليوم اللي بيعمل هيطلع متوسط الوزن بتاع العلبه 100 جرام والتباين بتاعه كام؟ ده المعنى ما دام اسمه اكس يعني ده البوبليشن طيب هل احنا نستنى يوم القيامه؟ لا هنعمل ايه؟ خدنا عينه كونسيدر اسامبل اوف سايز 25 يبقى انت فهمت ان الان بتاعتك ب 25 مين يقول لي الاكس بار وجبنا متوسطه اتس مين؟ اتس سامبل مين؟ كان اسمه اكس بار is x bar مين يقول لي توزيع الاكس بار؟ واكزاكت ولا بروكس؟ عامل علامه واحده ولا علامتين؟ الاب ايه؟ يبقى الابن ايه؟ يبقى ده اكزاكتلي نورمال كام وكام؟ المين لن يتغير بس الفيرينس كام؟ 25 حلو قوي يروح قايل لك ايه بقى؟ ما احتمال ان المتوسط اللي هو الاكس بار مش العيان الكام ده يزيد عن اثنين وات از ذا بروبابيلتي ان الاكس بار اكبر من اثنين؟ بسيطه هو التوزيع قدام اهو ارسمه مش كده؟ فانا ارسم الاكس بار خلي بالك على الشمال هنا مش اكس على الشمال هنا مين؟ اكس بار السيجما بتاعته بكام يا حبيب قلبي؟ والمين بتاعه كام يا حبيب قلبي؟ ب 100 مش كده؟ طيب انا عايز اجيب ان هي اكبر من كام؟ الاكس بار الاكس بار 100 وكده صح؟ طب انا هجيب بقى زد بتاعي ده وات از زد؟ بتساوي 100 مش كده؟ بتساوي 2 ماينس المين بكام؟ ب 100 بس مقسوم على كام؟ على واحد على واحد حسبت الزيت روح للتيبل طلع النتيجه يو ار ثرو فاذا انا اقدر اعمل حسابات على البيز على مين؟ على اكس بار هندي لك شيت فيه كل يوم كل اللي انت بتعمله انك تعمل خطوه بسيطه الاكس تتقلب الى اكس بار الاي اللي هيتغير على اليمين المين هيستنى زي ما هو بس الفيريانس تقسم على حجم الايه؟ على حجم الايه افرض بقى ان حجم العينه ده مثلا افرض ان دي كانت 64 جدلا وان احنا خدنا حجم العينه مثلا اهو زي 8 مثلا بقت دي 8 بقت دي 8 وهكذا وكل ما يغير بقى ده ويغير مين انت تقدر تسميه انا سيبت دلوقتي مش هكمل عليها لان في نهايه الكلاس هدي عليها ايه ممكن بس الورقه المشكله بتاعت السنترال ليمت ثيوري بس السنترال ليمت ثيوري نعم وانا بقسم بقسم الفارينس على ان عشان الستاندرد ديفيشن بس من فرق نازل ايه يعني ستاندرد ديفيشن هو جذر التربيع للفيرينس الفيرينس الجديد سيجما سكوير على ام يبقى الستاندرد ديفيشن الجديد كام؟ سيجما على روت ام خلاص فاهمني؟ بس انا لما اجي اخش بقى في الجدول مش يعني اخش هتشوفها دلوقتي هتشوفها ما تستعجلش في عند اي حد عنده سؤال لحد كده؟ نعم مش الفيرينس بتاع البوبليشن هو معروف المفروض استخدمه؟
والله نستغل السامبل على وقت الفتح بي بيشن نراجع الامثله حاجه دلوقتي. خلينا نخلص بس الجزئيه دي وبعدين نرجع لها. تعالى بقى نروح للايه؟ ليه احنا اللي انت ما حضرتوش انت المره اللي فاتت؟ هعيده تباعا بعد كده اللي هو ما علاقه التوزيعات الاخرى اللي احنا بنشتغل بيها في الاحصاء اللي هي الكا سكوير والتي والاف بالنورم كلهم طالعين من النورم ابوهم النورم. وقلناها المره اللي فاتت ازاي بنحسبهم بس سيبنا منها دلوقتي خلاص؟ طيب. عايزين بقى ايه نخش دلوقتي على اول اجزاء السيلبس كل ده مقدمين. اول اجزاء السيلبس استيميشن تقدير نفسنا نقدر الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش دي. احنا عندنا الميو هي المين وعندك سيجما سكوير هو الفيرينس وعندك السيجما بس لوحدها بنسميها ستاندرد ديفيشن وعندنا بارامتر اخر بنسميه بروبورشن بي اللي هو نسبه بروبورشن بتاع ايه؟ بتاع ظاهره ما. على سبيل المثال نسبه من لديهم عمى الوان. عايزين نعرف نسبه الناس اللي عندها عمى الوان في مصر. عايزين نعرف نسبه الناس اللي عندها تلفزيون 150 بوصه فقط. مش في ناس عندها كده؟ عنده شاشه زي بتاع النادي الاهلي. كم في المية من الشعب بتاعك وهكذا. فاحنا عايزين نعرف ده البروبورشن ده. فاحنا ثلاثة بارامترز اللي بنحسب كلها بنشتغل عليهم. هما ثلاث حاجات. بارامتر يعني حاجة انون. فدائما الميو از انون والسيجما از انون او السيجما سكوير الاثنين حاجة واحدة والبروبورشن. نفسنا نعرف دول. هل اكزامبل وده نفترض ان احنا كان عندنا بوبوليشن وعنده المين بتاعه كان ميو وحضرتك خدت سامبل اوف سايز 25 وحسبت مجموع المشاهدات اكس اي من اي بتساوي 1 لحد 25 طلع 100 اقدر احسب اكس بار؟ اه ما هي الاكس بار؟ 100 على 25 مجموع المشاهدات على عدد هي مجموع اكس اي على الان مظبوط؟ ال 100 بكام يا حضرتك؟ على كام؟ 25 يطلع الجواب كام؟ 4 ايه بقى فايده الاربعه دي؟ اقول هذه قيمه مقدره للي انا مش عارفها. إيه لازم ان انا احسبه من العينه يبقى ما يناظر المجتمع، المجتمع اللي له كانت تمثل ايه؟ المين؟ فاستبدله بالسامبل المين. يبقى انا لو حبيت اقدر المتوسط بتاع المجتمع انا نفسي حتى اقول مثلا متوسط دخول في مصر وعندي 100 مليون خدت 1000 واحد دخلك كام دخلك كام دخلك كام جمعتهم وقسمت على 1000 ده رقم في ايدي. ماذا يمثل هذا الرقم؟ تقدير لمتوسط دخل الفرد المصري. طب هل ده تقدير دقيق حلو ولا وحش ولا ايه؟ عايزين ايه نقيمه. انما هو قدر بايه؟ بقيمه مش كده؟ بنسميه بوينت اس. قدرنا بقيمه بس خلي بالك التقدير بالقيمه ده بقى عيبه ايه؟ يا صح بنسبه 100% يا خطا بنسبه 100%. لو كان القيمه الحقيقيه للميو هي الاربعه يبقى انت صح بنسبه 100 نو ايرور مش كده؟ طب اختلفت الميو عن اي حاجه عن اربعه يبقى انت ايه نسبه الخطا بتاعك كام؟ 100% احنا مش عايزين كده. احنا عايزين نقول هنسيب هامش للخطا ونقول عايزين نبقى اقرب ما نكون الى الدقه ونبقى صح 95% من الوقت صح 99% من الوقت فنقدر بحاجه اسمها ايه؟ الكونفدنس انترفال. يبقى ده اسمه بوينت استيميت تقدير بنقطه. This is a point estimate. وطبيعي ما دام انت بتقدر الميو اللي هو المين تاخد من المناظر في العين اللي هو السم المين. So this is a point estimate. تقدير بنقطة نكتبه اهو تقدير بنقطة. لو سألتك في الامتحان ايه يعني التقدير بنقطة؟ It's either 100% correct or 100% false. Either فده عيوبه 100% correct or 100% برضه false. غلط. طب ايه البديل؟ ما هو البديل؟ البديل ان انا اقول لك اسمع يا عم المين عايش في الحتة دي؟ اهو حد ادنى حد المين بيعيش في الحته دي؟ سينحصروا
ما بينك كذا ما كذا. وده اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت، ان انت لما بتروح للمعمل اللي بيعمل لك تحليل دم او بيعمل لك اشعه او كرات الدم البيضاء او نسبه السكر في الدم او البرفورمانس بتاع الكلى او البرفورمانس بتاع الكبد، بتلاقي الراجل مدي لك روشته كده في المعمل فيها رقمين وجنبيهم رقم. ايه الرقم ده؟ دم. ده رقمك انت. طب وايه الرقمين بتاع المساحه اللي هو مديها لك دي؟ دول الاصحاء اللي هم 95% من الشعب، وهم اصحاء. هنقول السكر بتاعهم في الدم ما يقلش عن كذا وما يزيدش عن كذا. ستك تبص انت فين؟ انت فين من دول؟ اذا لقيت نفسك هنا انت عندك سكر. اذا لقيت نفسك هنا انت مصيبه برضه، عندك ايه؟ نقص في السكر. لقيت نفسك صامو ايه؟ لو جيت في النص بالظبط ده انت احسن واحد. انت في الافرج، انت يعني بعيد عن الخطوره نقص السكر في الدم وزياده السكر في الدم. لكن كل ما تقرب هنا ها بتقرب من البوردر. نقول لك بعد اسبوعين خلي بالك لو اكلت ايه؟ اكلت رز جامده او اكلت ربع العجل سيرتك هتصاب بالسكر حتما، لان السكر هي اللي عندك. ها انت كنت على قريب من البرد. فادي فوائد الكونفرنس اندر، ان انا ابقى عندي ثقه بنسبه كام؟ بنسبه 95%. عايز ثقه اكتر اقدر اخليها 99%. ده دواء، والدواء ده بيخفف او له اثار جانبيه. حد يحب الاثار الجانبيه؟ نقول مثلا لو عملت لك كونفرنس اندر ب 95% ما بيحصل لهمش اثار جانبيه، تبقى مش مبسوط. ليه؟ لانك سايب 5% هيموتوا بسبب الدواء ده من الاثار الجانبيه، مش كده؟ وبعض الدول 99% لا لسه وحش. لو كانت دي سفينه فضاء في امريكا، وده احتمال النجاح بتاع الرحله. ما ينفعش حتى 99%، ده 99.9999 هو الحق. ليه؟ لانه حرقت سفينه واحده. سفينه واحده قد ميزانيه مصر. سفينه فرقعت زي ابولو 13. لما تفرقع يبقى انت ضاع عليك. لو سال كابتن محمد عاش من شاب انت من السفريات. الحمد لله والسلامة. خلينا نشوفك طيب. انا هنا يوميا يعني ان شاء الله تلاقيني موجود فوق. من 11 ل 7 كده. اهلا بيك كابتن محمد. فنقول بقى انه ان الدقه اللي انت هتشتغل بيها هي تعتمد على الابلكيشن. افرض انت بتتكلم على كم في المية من الشباب راضيين عن طعم السيجارة بتاعت شركة نخشيات؟ أخي 60%، 40% إن شاء الله معانهم دخان، 70% حلو، لكن طعام يؤدي إلى الوفاة، دواء يؤدي إلى الوفاة، 90% كويس؟ رد، في مصر إحنا عايزين كل الناس تمام، لكن بره لا، بيحترم بيحترم القطط، ده أنت لو عملت غذاء في سوبر ماركت لقطة والقطه جالها مرض هيدفعوك مليون دولار مش البني ادم. وبالتالي انت الدقه بتاعتك ايه؟ كل ما تكون افضل الثقه بتاعتك في النتيجه يعني قريبه من ال 100% انت في الاستفسار. بس جرت العاده امام الاحصائيين ان هم يشتغلوا بالرقمين 95% و99%. التطبيق اللي هي الشاذ ياخذوا ال 99%، التطبيق العالي ياخذوا ال 95%، لكنه ليس قرانا منزلا. ممكن اعمل 60% سبعه على حسب الابلكيشن، زي ما قلت لك طعم السيجاره، لون العلب اللي انا بشتريها اللي فيها الحلاوه الحنين، كم في الميه راضيين عنه؟ والله لو راضيين عنه 70% من الابلكيشن حلو، ولازم يعني كلهم يبقوا عاجبهم اللون. القميص اللي انت لابسه ده هو عملت استفتاء السيسي مثلا حزام بنطلون وبتاع، كم واحد موافق ولا واحد يكون بيسجل واحد بيسجل لا دي همنتج حاضر بلاش دايق حاضر مين هنا يا عسكري؟ يا عسكري هنا؟ اهو انت ما مش ظاهر ليه؟ انا بتخبي ليه كده؟ بتسال واحد قدامي هنا عشان اراقبك وراقبك يا بديه. احنا دخلنا على 11 11، اوعى تقول. يبقى احنا عندنا التقدير اما ان يكون بنقطه واما ان يكون بما يسمى بفتره ثقه. يبقى هنا الاستيميشن اهو يبقى جايز بوينت استيميت بوينت وجايز انتر. طب هو في علاقه بين الاثنين؟ عارف البوينت هي مين؟ هي الميد بوينت بتاع الانتر هي اللي في النص بالظبط. ده
خلاص. يبقى انت بتاخد الحد الادنى زائد الحد الاعلى تجمعهم وتقسم على 2 يدي لك. فانا لو اديتك كونفيدنس انترفال انت تقدر تعرف البوينت استيميت بتاعك شكله ايه. احنا هنفرض ان احنا كان البارامتر بتاعنا اسمه ميو. لما اقول كلمه بارامتر يعني حاجه غير معروفه. طب اما اجي اقدر بقى الاستيميتور بتاعه قدامي حاجتين. احنا قلنا ممكن يبقى اكس بار والكتب بتكتب ميو وفوقيها هات. يبقى لما تشوف ميو من غير هات ده بوبوليشن. ميو عليها هات يبقى جايه منين؟ من السامبل. ده التقدير من العيان. الميو هات هتيجي هنا في النص اهي. طب السؤال بقى اروح كده قد ايه؟ واروح كده قد ايه؟ عشان اجيب اللور باوند والابر باوند. هو ده اللي هنتعلمه هنا دلوقتي. فبنجيب ما يسمى حد الادنى للثقه والحد الاعلى للثقه. فدي اسمها كونفدنس انترفال. كونفدنس انترفال. طيب هو هيقول لي الليفل اوف كونفدنس كام؟ العادي المتفق عليه 95% و99%. ده اسمه ايه؟ كونفدنس ليفل. يعني ايه بقى بالعربي؟ ايه فسر لي ما المقصود بالكونفدنس ليفل. شوف معناها بقى ايه؟ الاحصاء اتكلم على الريبيت سامبلنج. لو احنا عملنا التجربه دي 100 مره 95 مره النتيجه بتاعتي هتبقى جوه الانترفال. يعني انا بص الاقي كده اهو ادي واحده افرض الميو اللي انا ما اعرفهاش. كونفدنس انترفال غطت الميو ولا ما غطتش؟ غطت. طب ودي؟ غطت الميو ولا لا؟ طب ودي؟ غطت الميو ولا لا؟ طب لكن دي غطت الميو؟ دي غطت الميو؟ طب الباقي كله غطى الميو؟ لو عديت دول ودول كان عددهم 100 هتلاقي كام من العينه دي؟ خمسه. وكم من العينه دي؟ 95 واحد. ادي معنى فتره السته. اي ان من كل 100 سامبل قادم 95 واحده من دول هتغطي الانون ميو. حلوه انا عارف ان انت تبقى جوه دي. فانا عارف يعني من 100 واحد في حصنهم في 95 منهم اصحاء وفي خمسه منهم يتعرضوا. تاخد ده بقى على الوزن وعلى طول وعلى الذكاء وعلى وقت انجاز مشروع. كل الكونتينيوس فينومينز كلهم خاطرين للنورمال ديستريبيوشن. وبالتالي اقدر اعمل لهم كومبلنس اندر بهذا الشكل. سؤالك اتحرك هنا يسارا لحد فين؟ وهنا يمين لحد فين؟ دول هنسميه ايرور ولا لا؟ دول ايرور. ما هو الايرور بتاعي؟ هنقول لك بقى من غير براهين هريح دماغك فيها دلوقتي. امشي كده حاجه اسمها زد في سيجما على روت ام. ده نسميها المارجن اوف ايرور. فانا يعني عشان ابني الكونفدنس انترفال بكتبها كده يا حضرات. 100 في 1 ماينس 1000 في المية كونفدنس انترفال سي اي فور ميو از اكس بار زائد وناقص مارجن اوف ايرور. ايه هو المارجن اوف ايرور؟ هتلاقي هنا حاجه اسمها زد الفا على 2. هنقول لك هي ايه؟ مضروبه في السيجما وفيها روت ال. تعالوا نتفق على ان ده هو ده المارجن اوف ايرور. هنسمي ده مارجن اوف ايرور. مارجن اوف ايرور خطا. طب قول لي بقى الخطا ده ينقص امتى ويزيد امتى؟ يلا وبعدين هرجع اقول لك جه منين ده. ركز هنا. هو الخطا ده حد يعمل خطا؟ حد يعمل خطا؟ يبقى انت عايز الخطا يبقى قليل ولا كبير؟ كيف يقل الخطا؟ ايه اللي بيتحكم في الخطا؟ ثلاث حاجات اللي هم مين؟ السيجما ومين؟ وحاجه معاك منطقي ولا لا؟ طبعا السيجما. لان كل ما السيجما تكبر كل ما يعني ثقتك في البيانات تقل. البيانات مش مظبوطه مش متسقه. البيانات منتشر كده. انما لو البيانات كده في زون صغير يا اخي اثق فيها اكتر. وبالتالي تنبؤي بالخطا يبقى حجم العينه كل ما يكبر كل ما الخطا يقل ولا لا؟ طب ايه بقى الزد الفا على 2 دي؟ الزد اللي سمعناها النهارده جاي من النورمال ديستريبيوشن. هرسمه قدامك اهو. النورمال 0 1 اهو يا حبيب قلبي. از النورمال 0 1. هرسم النورمال ده اقول لك الالفا دي هقسمها نصين. الفا على 2 يمين والفا على 2 شمال. اكزامبل لو خدنا الالفا ب 5% يبقى الحته اللي جوه دي كام في الميه؟ 95%. يبقى هو ده الحد الادنى اهو وده الحد الاعلى اهو. ده هيجي عند قيمه هنا اسمها ماينس
زد الفا على 2 وده هي انا عندي قيمه اسمها ايه زد الفا على 2 بالبوست لان الزيرو هيبقى في النص فانا هجيب ده منين قول لي الالفا هجيب لك الرقم ده من التاني واحنا هنحفظه لك صم هنقول لك دلوقتي الارقام اللي انت هتستخدمها وما تقعدش تخش جدول تبقى حافظها على طرف لسانك يا تمشيها يا تحطها على الكالكوليتور او مسطره على اي نيله بس في الحال انت لازم تبقى عارف وعيب او انك تبقى احصائي او اتعلمت احصاء ما تبقاش عارف الارقام دي. 1.69 اصبر يا واد يلا طلع الكابل بتاعك ده اهو لما انا يكون عندي النورمال ده وانا عايز ان اهو 25000 لو خدت الالفا ب 5% نصها كام؟ انا عايز اشوف القيمه دي فين في التيب اقعد فتش جوه التيب مش على الفيرتيكال ولا على الهورزونتال لحد لما تلاقي بوينت او 2 5 او 4 ارقام عشرين شوف هتلاقيها فين هي هتطلع طبعا في النيجاتيف ولا في البوست؟ ليه؟ في النيجاتيف في النيجاتيف الزيرو اهو يا باشا انا بدور على الزد دي مش كده؟ طلعت كام يا استاذ؟ 1.97 صح؟ لا مش قوي كده 2.5 دوري لغايه لما تلوكيت 0.0250 طلعت على نيجاتيف 1.96 كده ولا لا؟ 1.95 approximately minus 1.96 يبقى اذا انا لما اقول لك الالفا بكام سهل قوي انك تجيب القيمه بتاعت الزد يبقى ما عندناش مشكله في ده وايه هم الاثنين الفا اللي احنا بنشتغل بيهم؟ الفا مره ب 5% ومره ب 1% ال 1% هتبقى حافظ بقى احفظ صم بقى ان الزد الفا على 2 لو احنا شغالين على 95% هتبقى 1.96% ولو شغالين على 99% هتبقى 2576 انت مش هتلاقيها في التيبل كده بالظبط لانها هتيجي ما بين 57 و58 فبناخد يعني الافريج او ويت الافريج فبتطلع كده انت حفظ دول اذا الزد خرجت من السباق لاحظ بقى معايا كل ما الالفا تكبر بيحصل ايه للزد؟ ها؟ لما كل ما الالفا تكبر الثقة بتاعتك هيحصل لها ايه؟ بتزيد فترة الثقة بتزيد مظبوط ولا لا؟ ومع صغر الالفا فترة الثقة بتقل يعني ايه تزيد؟ يعني ايه تقل؟ تبقى هادية تبقى نروة أو تبقى وايدة لأنك بتجمع وتطرح هذا الرقم الرقم ده لو كبير هتروح كتير هناك كبير يبقى هيبقى البتاع ده وايدر امتى؟ كل ما الالفا ايه؟ لا هتزيد تزيد كل ما الالفا ايه؟ تزيد مش كده؟ طب نورور امتى؟ لما الالفا وايه كمان؟ والسيجما تقل وايه كمان؟ والان تزيد يبقى الثري فاكتورز اللي هيلعبوا دور في الدقه بتاعتك ثلاث حاجات اللي هم مين؟ قولهم لي الالفا اللي هي الثقه اللي انت عايزها درجه ثقتك في النتيجه وايه كمان؟ السيجما وحجم العينه اللي انت واخدها وقد ايه المجتمع الاصلي كان متجانس كلما كان المجتمع اقل تجانسا يعني السيجما اكبر كلما البتاع تبقى وايدر طب من مصلحتي انها تبقى وايدر ولا شورت؟ شورت لا ايه؟ شورت انا حاسب انا عايز ايه؟ لا عايزين تصوير ما تدخلناش في الاوامر يا حبيبي السؤال كليل اي كومبانيز انترنت في الدنيا من مصلحتك تبقى وايدر ولا شورتر؟ شورتر 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 دي يعني طيب اعمل تصوير اعمل تصوير اللي معه وايدر ينفع ايه؟ نعد واحد واللي معه شورتر ينفع ايه؟ والله انتوا خون انتوا خدتوها قبل كده لا والله انت ما خدتش هي لازم تبقى شورتر ليه بقى؟ خليني اديك مثال إذا قيل لك إن دي كانت نسبة التصويت لصالح المرشح الجمهوري في أمريكا. طب لما شبكة إعلانات أو شبكة تلفزيون تقول لك نسبة التصويت لمصلحة العميل بتاعي هي ما بين 40% و70% دي أفضل ولا تقول لك من 62% ل68%؟ مين أحسن؟ إيه؟ شورتر دي
بالقط ادق يعني ادق ليه؟ لانه هو مش قايل عن كام؟ على 62 يبقى اكيد ناجح. ما هو اللي يجيب 50% ناجح وهو مش قايل عن 62. فتيجي بتاعه اللي هي الان بي سي او السي بي اس او غيره يقول لك نحن متاكدون من ان الراجل ده جو بايدن ناجح. بيعمل البولز دي، بيعمل اللي هي الاستفتاء دي وبياخد العينات دي ويحللها. هم مش قاعدين طول الليل في الالكشن مايك بيلعبوا زي احنا عندنا اهي. لا هنقول لك انا دورت انتخابات في محافظه كذا وعملوا يا عم بتحسب احسب حسابات علم وطلع لنا قرار يطمئن اليه المواطن. فاحنا من مصلحتنا ان ده هسميه ايرور عشان يقول في ذهنك انك عايزه صغير ولا كبير. عايز صغير. طب يصغر امتى؟ السيجما تصغر والان تكبر والالفا تكبر. الالفا تكبر. الالفا بعيد ده. الالفا بتاعي ده 5%. ده اللي خيانك. ان ده مستوى الثقه. لكن الالفا هنا 1%. يبقى انت عايزها ايه؟ الالفا تكبر. الالفا تصغر. ايه علاقة ال 5% بال 1%؟ الانترفل دي اهي والانترفل التانية اهي. مين 95% ثقة؟ اللي تحت. ومين 99% ثقة؟ دي 95% ثقة ودي 99%. طيب يبقى لو بسأل الأسئلة دي كتير جدا أقول لك على أي أساس الانترفل دي هتبقى شورتر؟ إيه اللي يخليها شورتر؟ إيه الإفكت بتاع الثلاث حاجات دول؟ الإن والسيجما والارض. فانت واضح طبعا ان as n increases الايرور decreases. صح ولا لا؟ طيب واس سيجما increases الايرور increases. صح يا باشا؟ واس الفا increases الايرور increases. فراحوا قالوا ايه بقى؟ عايزين نربط دي بزين الطالب بحاجه. الالفا هو الريسك. سموها الريسك. سموها المخاطرة. عشان تفهم ان كل ما زادت المخاطرة الايرور ايه؟ كبير. او كل ما الايرور يكبر المخاطرة ايه؟ اكبر. يبقى دي نسميها بقى من هنا ورايح هم بتوع الاحصاء بيسموها سيجنيفيكانس ليفل. بس مش معدل. خلينا نسميها ريسك. بيسموها سيجنيفيكانس ليفل لكن هي ريسك. بتوع الانشورنس بيسموها ريسك. بتوع الاكتواري بيسموها ريسك. بتوع الاطباء بيسموها ريسك. وتش از بيتر. إذا بيتر نيم ريسك هي مخاطرة، درجة المخاطرة في اتخاذ القرار. فده هو اكشوالي ذا ريسك وهي ساعات يسموها سيجنيفيكانس ليفل. يبقى من هنا ورايح بقى لما تسمع الاثنين دول حاجة واحدة. سيجنيفيكانس ليفل هي دي الألفا. طب ال 1 ماينس ألفا بقى لما تضربها في 100 وتحط علامتك في 100 يبقى اسمها كونفدنس ليفل. از كونفدنس ليفل. ولذلك أنت هتلاقي في المسائل يجي لك ده ساعات ويجي لك ده ساعات، ساعات يقول لك تيك الفا تساوي 5% وساعات يقول لك عايز 95% كونفدنس ليفل. يعني الاثنين واحد، المعنى ده هو نفس المعنى. خلاص؟ فاللي يقول كده زي ما بيقول كده وانت فهمت الافكت بتاع الان وبتاع السيجما بتاع الحكايه اللي جت منين بقى؟ القانون ده جه منين؟ انا بنت ازاي؟ هل بنت على المخدم؟ ليه؟ انت خدته كده بالسلامه. جبت الزبده. انت صدقتني. القانون بتاع الزبده اصلا. تعال نشوف. هو الاكس بار نوعها ايه؟ الاكس بار؟ لسه قايلين الديستريبيوشن بتاعها ايه؟ نورمال ايه؟ نورمال كام وكام؟ لو البوبيليشن اوف نو نورمال. بمين ميو اللي انت ما تعرفهاش. وبين سيجما سكوير. طب اكس بار هتبقى ايه؟ هيبقى اوتوماتيكالي ها نورمال كام وكام؟ ميو وايه؟ وسيجما سكوير على ان يلا ستاندردايز يبقى بتطرح المين وبتقسم على الجذر التربيعي ده يبقى كان الاكس بار ماينس ميو
على سيجما على روت ان بس يو زد. تمام مظبوط. ايوه مظبوط. طب حلو قوي، اضرب بقى الطرفين الوسطين. طبعا اكيد دي هتساوي زائد ناقص، ليه؟ ان الزد ممكن الاكس بار تبقى اقل من ميو، وقد تكون اكبر من مين؟ من الميو. يبقى الاشاره دي زائد ناقص ولا لا؟ حسب ضرب الطرفين الوسطين. يبقى اكس بار ماينس ميو هتساوي بلس وماينس زد في سيجما على روت ان. ودي بقى سيب دي وخد الناحيات وادي دي الناحيه الثانيه، مش كده؟ يبقى الميو هتساوي ايه بقى يا حبيبي؟ اكس بار ها بلس اور ماينس مين؟ زد. زد في مين؟ في سيجما على روت ان. يبقى هي محصوره بين الرقم السالب والرقم الايه؟ الموج. هو ده القانون اللي انا قلته، هو بالظبط اهو. ايه سيجما اوفر روت ان اهي، تضربها بزد وتجمع وتطرح. يبقى احنا خطواتنا في مثل هذه المسائل، يقول لك هديك اكزامبل الاول، كونستراكت 95 كونفرنس انترفال فور ميو. واحنا خدنا عينه هيقول لك حجمها كذا والاكس بار طلع بتاعها كذا. يبقى المشتغلين في السوق هو بيعمل كده بالظبط، راح مصنع للسجاير، راح مخبز، خد عينه من العيش اللي طالع من المخبز، وزن كل رغيف، جمع الاوزان، قسم على عدد الرغيف اللي هو خدها، طلعوا بالاكس بار. ومن البيانات يقدر يحسب الستاندرد ديفيشن، مش كده ولا لا؟ يبقى السيجما دي عنده استيميت ليها والان هو عارفها، وانت تقول له الثقه اللي انت عايزها قد ايه؟ تقول انا ابني لي فتره ثقه 95% عرف قيمه الزيت. فهدي اكزامبل اهو، اهو مثال عملي بقى تطبيق. خدوا انت بقى لانك رحت مخبز، خدوا انت لانك رحت صيدليه، خدوا انت خدتها بمدخنين، اوزان، اطوال بني ادمين الى اخره. لكن احنا هنقولها بالارقام يعني. ان سامبل سامبل اوف سايز ان بتساوي 36. ده لارج ولا سمول؟ ده لارج. فهمت ايه من الجمله دي؟ لارج. بصرف النظر ابوه نورمال ولا لا، هو نورمال. لانه حجم العين ايه؟ ما بيشغلش دماغك. من اول كلمه في السؤال حدد، وانا لسه هقول لك بطريقه عمرك ما هتنسى. خلاص عرفنا الان. اسامي الاوصال 36 قالها لك. قال لك الوزن الاولاني 78، والوزن الثاني 88، والوزن اللي بعديه 82، وراح قال لنا و100. دول لما نجمع لما نعدهم يطلعوا كام دول؟ 36. رد 36. اقدر اجيب لهم المين والستاندرد مش على الكالكوليتر ولا لا؟ عارفين ولا مش عارفين؟ بنعمل ايه؟ على الكالكوليتر اللي في ايدك. اواي فروم ذا كمبيوتر، الكالكوليتر اللي في ايدك بيحسب له. مين يقول نعمل ايه؟ يلا قولي افتح الكالكوليتر. اخش ايه؟ المنيو. كاسل. وبعدين؟ ستات. ستات. وبعدين 1 بار. هيطلع لي عمود. فاضي. صح؟ ادخل فيه البيانات بتاعتي. 7 8 يساوي 8 8 يساوي تك 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 دخلناهم. نعمل ايه بعد كده؟ هقول لك بقى بتعملها على الكالكوليتر ازاي. طيب. قولي. نعمل ايه؟ قولي على الكالكوليتر. بوت يور كالكوليتر اون. احسن تطفي الكالكوليتر تشتغل. يبقى كارثة. بعد ما تحط الكالكوليتر اون روح للايه؟ للمنيو، مش كده؟ بريس المنيو. اختار ايه بقى من المنيو يا استاذنا؟ ستات. ليه نمره كام عندك؟ واحد. لا مش نمره واحد. ثلاثة. نمره كام؟ نمره ثلاثة. اللي هو نمره ثلاثة. وبعدين من الستات اختار وان فاليو. وان بار اللي هو نمره كام؟ أول واحد. اللي هو أول واحد. بريس وان. راح طالع لك كده أهو. بتاع اسمها اكس كيو. So now you enter your data. Enter data. الداتا مثلا نفرض انها كانت 10 15 اتسترا. فتروح دايس 10 ودوس يسار. الدي انتر. وبعدين اخر واحده كانت مثلا 22. وانا ماشي 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 22 وانتر. بقت قدامي كده. اعمل ايه بقى بعد كده؟ زي بعد كده الداتا دي لو سيادتك مراتك نادت عليك. يا محمد ايه؟ الحق البوتاجاز والع واعمل اللي انت لو رحت تطفي البوتاجاز وعبال ما ترجع الداتا تروح.
انا عايز الداتا دي تتخزن وما تضيعش وارجع لايه. اهو بدوس ايه سيف اكوميليتور اللي هي ال سي. سو بريس ال سي، بريس الكي اللي مكتوب عليه ال سي. هذا الكي هيلاقي الدنيا اختفت، الدنيا ظلمت، هتلاقي على الشاشه ما فيش حاجه، بس الداتا راحت فين؟ موجود كده داتا سيف. تعالى بقى بكره، تعالى بعد بكره، تعالى اي وقت تاني اشتغل. عايزين بقى نستدعى الداتا دي ونطلع النتائج نعمل ايه؟ شيفت 4 انا عندي كده. اه نروح لشيفت ايه بقى؟ شيفت 4 ستيت يعني دوس شيفت. ها؟ شيفت 1 شيفت 1 اسحي اللون شيفت 1 اه سو بريس شيفت 1 هتبان لي قدام ان حضرتك ايه؟ مني فيها ايه؟ فيها روحي على 4 اللي هي بار. روحي 4 تلاقي مكتوب جواها بار. واحد الاكس 4 دي بار، ال1 ده مكتوب عليه ستات على جسم المكن، وده تلاقي مكتوب عليه 4. هاي روح لما تدوس على 4 دي يطلع لك اربع حاجات، يطلع لك ان ويطلع لك اكس بار ويطلع لك سيجما اكس ويطلع لك اس اكس. مظبوط؟ طيب هتلاقي ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثة، ده أربعة. يبقى انت لو دوست اثنين هيروح يطلع لك اكس بار، جاب زيرو اكس بار. عيد السيكونس تاني، اوعى تدوس بقى انت نفسك الستاندرد بيش، اوعى تدوس ثلاثة على طول، لا عيد السيكونس، تعمل تاني شيفت ثم واحد ثم أربعة ثم اثنين، المرة دي بقى ثلاثة ثم ثلاثة وانتر او يساوي هيروح مدي لك السيجما بتاعتك بتساوي ده. خلاص يبقى انت عرفت مين والستاندرد مش مظبوط. يبقى انا لو اديتك الداتا طبعا احنا هنعمل ده بقى على الميني تاب وعلى المات لاب وعلى الاس ام اس اس. هو بيحسب من نفسه، هو جوه بيلت ان بيجيب المين وبيجيب الستاندرد مش. لكن افرض ان احنا هنمتحنك وما قدامكش كمبيوتر، يا روح قلس هتحسب بايدك على المكتب على الكالكوليتر، هتعلم الاثنين خلاص. بقى قدامك مين؟ المين الستاندرد مش، وعندك الان، فاضل لك الافضل. هرجع للمساله بقى، اديتك انا سامبل اهو 36 وقلت لك كونستراكت A 95% كونفيدنس انترفال فور ميو. استنى يا حضرتك، قوم سمرايز الداتا بتاعتك. ايه السبب بتاعك؟ ولا ممكن في الامتحان اديك السبب يعني ما اديكش الداتا الاصليه دي واقرفك وتدخلها على الكالكوليتر لحد ما تطلع اكس بار وتطلع سيجما. انا اقول لك اكس بار بكذا والسيجما بكذا، انا بالنيابه عنك دخلت الداتا وطلع اكس بار كذا وسيجما كذا، فانا هدي كده اهو هقول ان انا الان بتاعتي ب 36، الالفا بتاعتي هو عايزه 5%، الاكس بار بتاعتي طلعت 90. الستاندرد ديفيشن بقى اللي اسميه اس هقول له دلوقتي حاجه طلع مثلا ب 16. خلي بالك هنا في ملاحظه مهمه جدا ان انا ما سميتش ده سيجما، ده بتاع الساندرد. ايوه برافو عليك. يبقى زي بالظبط البوبيوليشن مكان ميو هو البوبيوليشن مين، والاكس بار يعني هو السامبل مين. سامبل مين عندنا نفس الحكايه، السيجما هي البوبوليشن ستاندرد ديفيشن، والاس هي السامبل ستاندرد ديفيشن. وحضرتك تحاسب من السامبل، سامبل ايه؟ ستاندرد ديف. فقال لي الاس ب 16. يلا كونستراكت بقى 95% كونفيدنس انتر. كونستراكت يلا يا شباب، اي 95% كونفيدنس انترفال فور ميو. مين شاطر يقول؟ اكتب سطر واحد تقول الميو بتنتمي الى، اكتب القانون اس اكس بار بلس اور ماينس سيرت الايرور. الايرور ده هو مين؟ هو زد الفا على 2 في سيجما او اس على رود ان. وعايز بقى حزلوق يقول لك طب افرض انا من دراسات سابقه كنت عارف السيجما، خلاص يا سيدي بارك الله فيك، مش تعرف السيجما استخدم استخدمش الاس. اذا في دراسه سابقه كان عندهم السيجما دي ادق، لان السيجما دي بتاعت البوبليشن ككل، والاس دي بتاعت السامبل اقل دقه،
لكن ليس بجد حيلة. السيجما مش معروفة أستبدلها بمين؟ باسل. يلا احسب بقى يا سيدي، هتحسب على طول. يلا اكس بار طلع كام؟ 90 زائد 12 افندينا 96%. كده والتاني ده اللي لسه طلع كام؟ قال لك الراجل 16 على جهاز الان ب 6. هتروح حاسب دي ومره تجمع ومره ايه؟ هيدي لك البتاع كده رقمين، حد ادنى اهو حد اعلى اهو. ده بنسميه حضرات lower confidence limit، وده هنسميه upper confidence limit. ال L دي يعني lower، حد الادنى للثقه، وال U دي يعني upper. اما ال CL فهي confidence limit. يبقى انت هتقول لي اسمع انا ضامن ايه؟ عايز افسرها بقى للمواطن العادي. اقول له ايه؟ وانا اخدت كام عينه؟ خدت ما قوه الحصان؟ قوه الحصان انك من عينه واحده تقول لو رحت زرت المصنع ده 100 يوم جاي 95 مره النتيجه بتاعتك هتبقى هنا جوه دول جوه الدور نمبر 95 مره. انا متاكد من غير ما اروح المصنع قوه ولا مش قوه. انت زمان كان المفروض تروح المصنع كام مره؟ 100 مره، وكله بتعمل الشغلانه. طب الاحصاء ابنتك من عينه واحده تستطيع انك انت تعمل انفرنس بالكونفرنس انترفال اللي لو رحت مستقبلا وعملت 100 كونفرنس انترفال في 100 يوم 95 يوم من ال 100 هبقى في الحدين ما بين الاثنين دول. خلاص يا حضرات؟ طيب جميل. هنعمل شويه تعديلات بقى قبل ما تروح الدوري. على ايه؟ هو احنا على اللي انا بقوله هو احنا هنا افترضنا ايه؟ الحزب اللي كله افترض ايه؟ ايه؟ ابتنت على ايه؟ ابتنت على ايه؟ نورمال اصلي ايه؟ نورمال لا ما افترضناش كده ان هي نورمال. لا ولا لا؟ تيكن فروم سامبل اوف نورمال بوبليشن. طب ما قالش. فاحنا بنستهدف الامتحان وما اقولش في نص السؤال ان البوبليشن نورمال. اقول لك رايت وان اسامبشن. ان السامبل اكبر من ده. لا رايت وان اسامبشن انا افترضت ان البوبليشن اصلي ايه؟ حلو. طب هل انا محتاجه؟ ايه؟ انا محتاج احط الاسامبشن ده؟ اه. جت قوي. لا مش معايا. حابب انا بيه. مالين كبير. سؤالهم كده بقى البوبليشن اصلا نورمال ولا لا؟ مالين كبير. ماليش دعوه خلاص لان كبير انا مطمن ان انا في السيف سايد. لكن لقيت المساله كانت 25. وراح قال لك قول تقول له لا 25 يعني عينه صغيره. يبقى انت هتقسيوم ان البوبليشن كان اصله ايه؟ نورمال. طب افرض البوبليشن ما كانش اصله نورمال نعمل ايه بقى؟ وكان حجم عينه صغير ناخد التي. اسحب اسكت كده اسكت. ايوه ناخد التي وعمل حقه. يلا حلو هنقول لك روايه والروايه تثبت في دماغك ونقفل بقى المحاضره النهارده والروايه دي هتفضل فاكرها لحد ما تموت وعمرك ما هتغلط. لو سمعت القصه اللي هقولها دي عمرك ما هتغلط. هو احنا اسئلتنا كلها في ايه؟ استخدم تي ولا استخدم الزيت؟ ده السؤال اللي هو الاخ قال. في حاجه اسمها التي ديستريبيوشن. التي ديستريبيوشن ده شبه الزيت بالظبط، شبه النورمال بس في جابز صغيره كده بين التو كيرفز. يعني اذا كان النورمال كده هبص ان التي ديستريبيوشن طالع ازاي؟ شكله برضه متماثل وطالع يعني اعلى منه سنه كده هنا وينزل تحتيه كده خفيف. اعلى منه سنه كده وينزل تحتيه كده. في جابز ولا مفيش؟ في. الجابز دي بتدوب كل ما حجم العينه ايه؟ يزيد يعني وصل لكام؟ 30. ينطبق الاثنين مع بعض. يبقى انت استخدمت الزد او استخدمت التي لا فرق. ما دام حجم العينه ايه؟ اكبر من كبير وبالتالي استخدم زد وانت مغمض. السنتر اللي من السير بيقول لك كده. حجم العينه كبير الاصل العينه الصغيره استخدم لها تي. والعينه الكبيره بستخدم لها مين؟ زد. او ان البوبليشن كان اصله نور مش فارقه بقى معايا هحط بدائل وانت تقول. انا البوبليشن قال لي انه نور والان ب 25 زد والسيجما ب 10 استخدم مين؟ زد. ايوه زد. اغير البوبليشن نورمال والان ب 25 والسيجما مش معروف بس السامبل فيرينس معروف ب 10 استخدم مين؟ زد.
اسلم تي. هنقول لك القاعده اللي هتصرف من دماغك لما تموت تي يو اس تي على اساسها حافظاك. طب حلو. طيب ما قالش البوبليشن وعينا كبير زد ايه زد قال الان ب 30 زد ب 40 وين الفراغ؟ ما قالش اي حاجه زد وانا عارف السجن قال لنا ايه ب 10 استخدم مين زد شاطر بس هم برضه مش فاهمين مين اللي بيوز زد. طب الحاله الرابعه الان ب 25 وما قالش اي حاجه هنا والسيجما ما نعرفهاش قال لك الاس ب 10 صدق مين دي لا ده ولا ده ولا ده ولا ده صح ولا ده لا ده ينفع ولا ده ينفع ونروح لاريا اسمها النان ايه عايزين نوصفها لك بطريقه لا تقبل الشك في راسك طبيعي ايوه اهو عندنا بنتي في البيت ادي بنت اهي حاجه كده فل الفل وبنت كده عبيطه ومالهاش شعر وحالتها بالبلا يعني وشها مدور حلوه وهي نص حلو ماشي وده واد خنشور اهو ده العريس العريس ده بقى جاي عايز يتجوز مين؟ عينه على مين؟ على حلو كده على حلو فايه بقى احنا ايه اول حاجه نبص عليه اللي بيعملوا العائلات دلوقتي هو الواد بهنشر صح الواد جاي في عربيه 7 متر وعنده املاك في بريطانيا لا هنقول له امك مين ولا ابوك مين هم جوزوا البنت الحلوه خلي بالك البنت الحلوه دي انا رمز لها برمز زد والبنت نص نص دي انا رمز لها برمز تي فلو احنا لقينا الام بتاعتنا كبيره جوزوا البنت الحلوه امس دونت اسك اباوت اني ثينج ابوك مين ولا امك مين مالكش دعوه هو جاي مريش وطبيعي البنت هتبقى عينها مزغلله والعيله تقول لك يا عم هيريح بنتي وعايشها ملكه وان شاء الله لو زهقت منه بعد سنه تبقى تتطلق وهتورث لها بيت في فرنسا ويعني فل الفل مش ده بيحصل ولا لا؟ اه مريش يعني العينه ايه؟ كبير طب ايه بقى؟ السيجما هنا دورها ما ظهرتش السيجما خالص ولا البوبليشن اصلا هنقول الاب الاسكندر الاب والام قائد طبي خلي بالك من التسميات الجميله دي فالواد الواد مش جاي كده ها دي الاجابه نو احنا سالنا هنا طلع كيس يتجوز البنت الحلوه خلاص طب طلع نو نتلكك له بقى ما هو جاي معجم فنقول له ابوك مين يا لك؟ اسكندر امك مين يا لك؟ يعني واد مقصر اب وام يتجوز البنت الحلوه اصدق في يدك انت كنت عايز تتلكك له هو جاي معجم فهو جاي ايه مسلح ابوه من اصله ويقعد بقى يسببه ويقول احنا بنشتري راجل والكلام اللي بقى زي بنته ده انا عايز الراجل ويكون من عيله محترمه والبتاع فهنا هنسال قال لك السيجما نون ده الابو الاب الاسكندر الاكبر ده اللي بوبليشن نورمال بوبليشن ايه؟ نورمال نورمال ده مين؟ ده الاب اللي هو الاسكندر ليه؟ الاكبر طب والام اللي هي قائد طبي السيجما نون السيجما عارفينها من دراسات سابقه فطلع البوبليشن نورمال ان السيجما نو ارسمها لك في فلوت شارت بعد شويه استخدم مين؟ اجوزه مين؟ روب البنت الحلو ابوه اهو ابوه مقصر اب وام طب مقصر اب بس وامه خضرا الفنكوش يعني ما وحش فاضي يجوزه مين؟ طب هو بقى ما هوش فيري ريتش ولا ابوه الاسكندر الاكبر ولا امه قائد طبي يقول له ما عندناش بلد الجواز يا حبيبي روح لابوك وامه اللي هي ايه بقى؟ ما عندناش حل نخش في اريا ثانيه اسمها نان بارامتريك ستاتستكس تدرس كورس اخر غير ده اسمه نان بارامتريك ستاتستكس هنرسمها بقى بفلوت شارت شوف فلوت شارت هتقول كل حاجه انت طبعا بتاع داتا ساينس يبقى الفلوت شارت 100 100
يبقى احنا اول حاجة start. شايفين الواقف في الشارع اهو. So we start. سهلين. هل ال N بتاعتنا 30 في اكثر؟ الاجابة هتبقى ايه؟ يا يس يا ايه؟ يا نو. يا نو. يس يعمل ايه؟ يوز زد على طول. ما تسألش عاك ابوك مين ولا امك مين؟ الواد مريش. طب طلع نوم. نقول له هل البوبيليشن نورمال؟ اللي هو الاب. هل ده البوبيليشن نورمال؟ قال اه. قال يس. نروح سألين السيجما معروفة يا ابني. امك قال طب يا سيجما نو. قال اه. نروح ياخد البنت الحاجة. طب مش السكة دي؟ واللي جابها هنا نو. نعمل ايه؟ نقول له ريبليس السيجما الاس اللي هي جايب السامبل سيجما باي اس وريبليس الزد باي مين؟ باي تي اللي هي البنت مين؟ نص نص وستوب. طب والسكه دي بقى خلاص بقى ما عندناش جواز ما عندناش بنات للزواج اللي هي شغلها نقول عليها بقى في الاحصاء يقولوا ايه؟ يوز نمبر متريك ستاتستكس. خلاص يبقى المساله محلوله ولا مش محلوله؟ يبقى انت في السؤال باستمرار تسال نفسك كده وانت بتقرا في الريف. العينه كبيره لا تسال عن شيء. دكتور يعني ايه نمبر متريك؟ في حاجه اسمها الساينتست وفي حاجه الرانك ساينتست والكوك ساينتست. هنقول لك في اخر هنقول في اخر محاضره ايه هم دول؟ في اخر محاضره في السيلف مش هنسيبك تروح عيان يعني. هنقول لك لو الواد ده مريش وابوه مش الاسكندر لك خلي بالك انا سالته عن مين؟ عن ابوه. طب حلو. طب السكه اللي هي دي اللي هي استخدمت التيل اللي فيها حاله جواز لا غنى عن مين؟ ايه اللي لا غنى عنه؟ مدام موش ريتش نورمال. لازم المجتمع يكون اصله ايه؟ نورمال. عشان تستخدم السنتر ليميت سيرم. السنتر ليميت سيرم بتقول لك يا المجتمع الاصلي يكون ايه؟ نورمال. يا اما لو ما كانش نورمال حجم العينه ايه؟ كبير. اه ده اللي انا اقوله. لو حجم العينه كبير روح للنورمال نزل. لو سكت ان البوبيليشن نورمال والسيجما نون روح برضه لمين؟ للنورمال. لو البوبيليشن نورم والسيجما نون لا ما كانتش معروفه حط سنتي خد البنت نص نص. انت مع انت لا جاي لها مقصد اب ولا ام حبيبي او مقصد اب بس ما فيش ام ما نعرفش السجن يبقى احنا هنجوزها دي ولا هنجوزها دي بانت؟ الشابتر الاولاني كله مساله كده عليك ان تقرا بعنايه تحط الفلوت شارت دي قدام طارق عينيك وتمشي زيها. انت فين؟ انا استخدم زد ولا استخدم دي؟ طب لما انا استخدم دي بقى شكل المعادله هيبقى ايه؟ اهي يا سيدي. هيبقى شكل المعادله اكس بار زائد وناقص المره دي تي الف على 2 وجنبها حاجه هنا اسمها درجات الحريه ان ناقص 1. شفناها في جدول المره اللي فاتت. وهنا اس على روت ان. ليه اس؟ ايه؟ انت انا فصل؟ بسيط هنج يعني اهو وانا مولعه تاني. الكمبيوتر بتاعك لما هنج في البيت تعمل ايه؟ خبط عليه اعمل وتولعه تاني هيجي ما تقلقش هيجي اهو جاي من غير ما ابص جه ولا ما جاش؟ جه الكمبيوتر هنج يعني ايه المشكله؟ يبقى اذا الفارق الوحيد بين القانون ده والقانون اللي هناك ان انا ببص للشارت واعرف هستخدم دول اللي هناك. اما بقى التي لا جدا ومعانا جدا اسمها تي اندكس بمين؟ بالالف على 2 برضه زي هناك بس في هنا حاجه اسمها درجات الحريه. ديجريز اوف وانا شرحتها المره اللي فاتت. وهتيجي كتير في الكلام فهتتقال يعني. ديجريز اوف فريدوم. طب بص كده بقى معايا حضرتك. طب افرض الان دي كانت كبيره. ماشي. افرض الان دي كانت لارج. خدش كتير مش هاخد كتير مين؟ الزد فعلا لما تروح البيت وتخش جداول تي وتخش جداول الزد وتلاقي الان نارش في جداول التي تلاقي القيم هي هي بص في اخر سطر تحت في جدول تي اللي منكم معاه الجدول بص في اخر سطر هتلاقي الواحد 96 مليون
وهتلاقي 2576 اللي انا قلت لك عليه. اخر سطر تحت اللي هو قصاد ان في انفينيتي. الانفينيتي عندنا احصائيين على 30 باكس. اما تبص تحت خالص في البوتوم رو هتلاقي فعلا الرقمين اللي هم في جدول النورمال اللي هي 1.96 و 2.576. يبقى الكلام واضح ولا لا؟ انصراف.